كشفت دراسة أمريكية عن علامتين على الجسم تثبتان أن هناك انخفاضاً في فيتامين B12 بشكل خطير، مشيرة إلى أنه عندما يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين الأساسي قد يحدث عدد من الأعراض التحذيرية غير العادية. وحسب صحيفة إكسبريس الأمريكية، عندما يصاب الشخص بنقص في الفيتامين يترتب على ذلك ظهور علامات تحذير غير عادية، وقد يعني الشعور بألم في يديك أو صدمة عصبية على الجسم أن مستوياتك منخفضة بشكل خطير. وقد يكون الوخز الحاد في راحة إحدى اليدين أو كلتيهما مؤشرا على أن مستويات B12 لديك منخفضة بشكل خطير، ويحدث هذا فجأة وبدون سبب واضح في بقعة أسفل إصبع المنصر. وتابعت الصحيفة، إذا لم يتم علاج نقص فيتامين B12 فقد يبدأ الشعور بالوخز على طول الحافة الخارجية لليد بدءا من المعصم، ويحدث هذا الألم عندما ينتن الرسغ للخلف، مشيرة إلى أن صدمة الأعصاب في جانب الجسم تعد علامة تحذير أخرى لانخفاض مستويات B12، كما أنه يمكن أن تحدث في جانب أي من الفخذين أو على جانب الجزء العلوي من الجسم على طول الأضلاع. إن علاج نقص فيتامين B12 سهل ورخيص، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث أو مشاكل في امتصاص فيتامين B12 إلى أخذ حقن فيتامين B12، كما يجب الاستمرار في أخذها، ومن ثم تناول جرعات عالية من مكملاته الغذائية عن طريق الفم وتحت إشراف الطبيب. أما الأشخاص الذين لا يتناولون المنتجات الحيوانية فيمكنهم تغيير نظامهم الغذائي ليشمل الحبوب المدعمة بفيتامين B12 أو تناول مكملاته الغذائية أو من خلال الحقن. كما يمكن تناول جرعة عالية من هذا الفيتامين عن طريق الفم في حالات النقص. أما كبار السن ممن يعانون من نقص في هذا الفيتامين فيفضل أن يتناولوا مكملات فيتامين B12 يومياً، أو تناول مكملات متعدد الفيتامينات التي تحتوي على فيتامين B12، مما قد يساعد على حل المشكلة.